المهاجرين عادة ما كان يقتصر في الأعوام السابقة على إلقاء الخطب والقصائد التي كانت تمجد الثورة، لكن ذكرى هذه السنة وهي 92 كانت مغايرة تماما، فالمنظمون وهم أحفاد الثوار وبالتعاون مع محافظة بغداد قرروا أن يحتفلوا وسط الصور والمقتنيات والأسلحة التي جلبوها لهذا المعرض والتي استخدمت من قبل الثوار وقتها. احتفالية نوعية بثورة 20 التي يجب أن يكون لها متحف خاص بها ويجب أن تدرس في مدارسنا حتى يطلع أجيالنا على قيمة هذه الثورة وأهميتها وأبطالها وتأثيرها في السياسة العالمية آنذاك وكذلك المحلية. معظم المقتنيات هي لأحفاد الموجودة حاليا، هي لأحفاد ثورة 20 للشيوخ والمشاركين بالثورة. المنظمون حرصوا على ارتداء الأزياء التقليدية التراثية لمناطقهم تأكيدا على وطنية الثورة التي امتدت على كامل الرقعة الجغرافية للأرض العراقية. التركمان سموا بثورة 20 ثورة القاچقاچ والتي معناها ثورة الكر والفر، فكان التركمان في المناطق التركمانية يكرون ويفرون باتجاه إصابة البريطانيين لغرض الاستقلال. إن شعبنا الكردي العزيز بقيادة الشيخ محمود الحفيد هب للدفاع عن أرض الوطن في جنوب العراق، واختلطت دماؤنا بدماء إخواننا العرب في جنوبه للدفاع عن وحدة العراق وترابه. ولعل المبهج لأحفاد قادة ثورة 20 في احتفالية هذه السنة هي الدعوة إلى إقامة متحف خاص بمقتنيات الثوار وأسلحتهم وصورهم وكل ما يرتبط بالثورة، فالعديد منهم أكد أن الكثير من تلك المقتنيات قد فقد بتقادم الزمن، فضلا عن وجود عروض مغرية تعرض عليهم باستمرار لبيع مقتنيات أجدادهم. علي جواد، السومرية.